من أمهات المؤمنين رملة، وهي حبيبة بنت أبي سفيان، وأبو سفيان هو صخر بن حرب أبو معاوية، وقد عاند النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وقاد الجيوش في بدر وأحد والأحزاب، ثم إن الله تبارك وتعالى هداه عام الفتح، ولما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، لو كان مع الله لو كانت أصنامنا تفلح لا غنت عنا شيئا يوم بدر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل أشهد أن محمد رسول الله، قال أما هذه ففي النفس منها حاجة. فقال له العباس رضي الله تعالى عنه يا أبا سفيان أسلم قبل أن تضرب عنقك، فأسلم، أي أنه في أول الأمر كان من الطلقاء، ثم بعد ذلك حسن إسلامه. وأبو سفيان له ابنة يقال لها رملة بنت أبي سفيان، وتكنى بأم حبيبة، خرجت مهاجرة مع زوج لها يقال له عبيد الله بن جحش. ثم إن عبيد الله هذا ارتد وتنصر، فانظر سبحان الله كيف أن القلوب بيد الله. هو في ظاهر الأمر خرج من مكة مهاجرا ليفر بدينه، ولم يستطع أن يحيا بين أظهر قومه بدين الإسلام، لكنه لما ذهب إلى النصارى أعجبه دينهم فتنصر ومات، فأضحت رملة أرملة، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث عمرو بن أمية إلى النجاشي، فقدمت عليه المدينة مع شراحبيل بن حسنة. فلما بلغ ذلك أبا سفيان ولم يكن قد أسلم بعد، قال عن نكاح بنت ابنته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هو الفحل لا يجدع أنفه، هو الفحل لا يجدع أنفه. كان من عادتهم في الجاهلية لو أن فحلا أو جملا غير ذاك، يعني ليس من أرومة، فأتى ينزو على ناقة بعينها ويريدون أن يصدوه عنها، جدعوه في أنفه حتى يحول ما بين الفحل والناقة. فأبو سفيان يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان عدوي وإن كنت لا أؤمن برسالته لكنني أؤمن بمجده، أؤمن بسلطانه، أؤمن بخلقه، هو الفحل لا يجدع أنفه، يعني هذا شيء يسر لا شيء يضر. قالها أبو سفيان لأن أبو سفيان يومئذ وإن كان كافرا إلا أنه يعرف تقاليد العرب ويعرف أحوال الأمم ويعرف كيفية اختيار الأصهار. والمقصود أن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قدم أبوها أبو سفيان من مكة بعد صلح الحديبية، لما خاف أن النبي عليه الصلاة والسلام ينقض الصلح، لما بني بكر أتوا على خزاعة موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو سفيان ليمدد العقد خوفا من أن النبي عليه السلام يغزوهم، وقد وقع هذا، فدخل على ابنته أم حبيبة فوطوت الفراش عنه، فقال لها يا ابنتي لا أدري أرغبت بي عن الفراش أم دخلك شر فرغبت به عني، قالت لا والله لكنك مشرك نجس، وهذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها يا ابنتي لقد دخلك بعدي شر، طبعا كل ينظر للأمر من جهته، وإلا قد كانت في عظيم الموالاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والإيمان يغير من صاحبه، هذا أبوها وسيد قومه، لكن هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأبى أن يدنسه رجل كافر ولو كان أباها. فهذه أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قلنا إن اسمها رملة بنت أبي سفيان.